اسمك الكامل؟ حامد سعيد عبد لايح. يا مواليد 2004. وين تسكن؟ سيدي الكمالية. وين بالكمالية؟ منطقة حي السلام مال المركز. حامد، انت موقوف هنا بمكتب جوان باب الشيخ. نعم. شنو سبب التوقيف؟ سيدي سرق دراجة. احكي لنا شلون سرقتها انت ويا من؟ انا واخوي سيد واخوي انهزم، توقفت انا 18/5. من اخوك؟ شو اسمه الكامل؟ اسمه عبد. عبد شنو؟ عبد سعيد عبد لاي. شلون بكتوها؟ من يا منطقة؟ سيدي من فضلة عرب. انتوا وين كنتوا تتواجدون انت واخوك؟ بالتحرير سيدي نتواجد. وين بالتحرير؟ سيدي ابو فلاني. زين، اكو هذا تصوير فيديو اللي يظهر به الاعتداء والحلاقة عليك. نعم. شنو هذا الموضوع؟ شو حنا يا بهدوء بالتفصيل. سيدي وقع شايل جابيع مي اني. وين كنت تبيع مي؟ بالخلاني. اي وقع بطل مال مي. وقع مين يعني؟ انت شنت؟ وقع عنيدي وكنت ملثم. ليش ملثم؟ سيدي من الشمس. وقع بطل مال مي جاي يشيلها، وانا جاي اشيل طابوق اضربهم بالطابوق. من هم؟ الشغل. زين. وشيتوا علي ثلاثه اعتدوا علي. شلون؟ وزينوني. وين بيا مكان؟ نفس المكان اللي القوا عليك القبض عليك بايده وين؟ سيد اخذونا على صفحه بسوق مال هاي المطارات مال الثلاجات اللي قريب من التحرير؟ نعم. قصدك يم الصبات القطع؟ اي نعم. زين. زمون زينونا بالكتر. انت تلتقي بساحه التحرير؟ نعم انا.